أهلا بكم من جديد. ما بين مؤيد ومعارض لتطعيم الطلبة، تسعى الدولة لاستكمال المنظومة التعليمية في ظل أزمة وبائية عالمية، فهل ستنجح وهل سيستجيب المواطن ويشعر بالثقة في القرارات المتخذة؟ وهذا هو الأهم، لأن الثقة هي بداية النجاح. خليني أرحب بضيفي داخل الاستوديو الآن، المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات. شرفنا يا فندم. أهلا وسهلا دكتورة والسادة المشاهدين. حضرتك طبعا مسؤول عن موقع التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وعليك طلب كبير قوي. يعني دلوقتي هتلاقوا حضرتك طالع من المدينه، ناس كتير قوي ماسكه فيك، يقول لك انا بقالي 3 شهور. انا مش ايه موضوع ان في ناس لسه متاخره في لا في الحمد لله الموضوع الايام دي انتهى. يعني انا خلال العشر ايام اللي فاتت بعت اكتر من 6 مليون رساله للمواطنين، 6 مليون و500 الف رساله للمواطنين. فبالتالي يعني طبعا ده خلال العشر ايام اللي فاتت بس بعتين اكتر من 6.5 مليون رساله. الفكره بس انه فكره الرساله تروح امتى، ده فيها 3 اعتبارات. اول حاجه انا وانا بسجل سجلت كم مرض، فبالتالي الاولويه الطبيه بتاعتي هتيجي في الاول ولا هتيجي في الاخر، دي نقطه. تاني نقطه اللقاحات نفسها وتقاطر الجرعات، هيك عارفه انه ده صراع عالمي، كل الدول بتقف طابور عشان حتى لو معها فلوس عشان تجد لقاحات. بس في امريكا بتلاقي لقاح في الشارع وانت ماشي، عشان امريكا هي اللي بتنتج اللقاح لنفسها. وهو ده بقى اللي مصر عملته، عمل بشكل حقيقي بريك ثرو في الموضوع، ان مصر بقت تنتج هي اللقاح الخاص بيها. يعني الحمد لله حاليا بننتج ساينوفاك اللي هو من ساينوفارم الصيني، وان شاء الله في القريب العاجل هيكون في برضه انتاج اخر للقاحات اخرى غربيه. فده كان الطفره اللي حصلت اللي وفرت لنا العدد الكبير جدا من الجرعات، وبالتالي بقينا بنبعت عدد كبير جدا من الرسائل. في اقبال الحمد لله رب العالمين. احنا حتى هذه اللحظه احنا كان عندنا عزوف فتره، ولما مبقاش في بقى في شورتج او في نقص في اللقاحات، الناس بقت عايزه. صحيح. ما هو المواطن كده الممنوع مرغوب، فدلوقتي في اقبال بالفعل. الحمد لله متوسط التسجيل اليومي خلال العشر ايام اللي فاتت كان من 200,000 الى 250,000، لكن في المقابل احنا الحمد لله رب العالمين بعتنا رسائل لما يقرب من 90% من اللي سجل بالفعل. يعني الرقم اللي قدامي دلوقتي ان اللي مسجل حتى هذه اللحظه يقرب من 19 مليون 300، احنا بعتين رسائل لاكثر من 18 مليون من 19 مليون 300 دول. والمليون 300 كانت لسه معالي الوزيره بتوجه امبارح انه خلال هذا الاسبوع لازم كل الناس يكون في ايديها رساله للتطعيم. فان شاء الله قد ننتهي كمان من المليون اللي فاضل ده خلال هذا الاسبوع ان شاء الله. والطعم منهم بالفعل اكثر من 21 مليون جرعه حتى هذه اللحظه. طب دلوقتي وزير التعليم العالي اعطى قرار ان مفيش حد يدخل المدن الجامعيه لما يكون اخذ اللقاح، طلبه الجامعات لازم يكونوا واخدين لقاح، وكمان اعضاء هيئه التدريس. هتتعاملوا ازاي؟ لان لازم المفروض يبقى بسرعه جدا، لان يعني خلاص الدراسه طبعا بدأت. احنا ده كان بتوجيه من القياده الاساسيه انه لازم نامن العام الدراسي الجديد على اقصى قدر ممكن عشان نبقى بنتمتع بعام دراسي حقيقي زي اللي كنا بنشوفه قبل كورونا. فعشان كده كان توجيه سيادة الرئيس انه لازم قبل بداية العام الدراسي نكون طعمنا كل طلبة الجامعات، ولا عاملين في هيئات التدريس ولا عاملين في وزارة التربية والتعليم من مدرسين وإداريين وفنيين وهكذا. بالفعل احنا على الموقع بتاعنا من اكتر من شهرين نزلنا وظيفة جديدة اسمها طالب جامعي، وظيفة اخرى اسمها من العاملين وهيئة التدريس بالجامعات والتعليم العالي والأزهري. فالشخص وهو بيسجل بيختار الوظيفة دي اوتوماتيك في نفس اليوم بتجيله رسالة عشان الطعم تاني يوم على طول، لان دول اولويه بالنسبه لنا. الحمد لله عاملين رقم كبير جدا، يعني ما يقرب من 1,400,000 طالب جامعي تم تطعيمهم بالفعل، سجلوا على البورتل وتم تطعيمهم بالفعل، ما فيش حد منهم ما عندوش رساله. في نفس الفكره في التربيه والتعليم اكتر من 1,100,000 يعني موظف وعامل ومدرس في وزاره التربيه والتعليم والتعليم الازهري اوريدي بالفعل جالهم رسائل واوريدي بالفعل اطعموا. فالحمد لله حقق نجاح كبير في الفتره الاخيره اللي فاتت في تطعيم طلبه الجامعه والعاملين واعضاء هيئه التدريس بالجامعات وكذلك العاملين بوزاره التربيه والتعليم عشان نامن دخول الطلاب لعام دراسي امن صحي ان شاء الله. طيب في نقطه مهمه جدا الحقيقه، ان في بعض الناس بتعزف ومش كل اللي موجودين في هيئه التدريس راحوا طعموا، يعني حتى كمان اللي بيسوقوا تقريبا الباصات ما اعتقدش ان كلهم متطعمين. التعامل معهم ازاي بقى؟ هو في توجيه من مجلس الوزراء وفي دراسه لامكانيه انه ما فيش حد يقدر يدخل مصلحه حكوميه بشكل عام سواء كانت مدرسه او غير مدرسه الا لما يكون معاه شهاده الحصول على التطعيم او يقدم بي سي ار صلاحيته لمده 3 ايام. فبالتالي انا لو رحت، يعني ده تحت الدراسه في الوقت الحالي لاصدار قرار بيه فعل عشان يبقى
لما اروح مصالح حكوميه، لما اروح مستشفيات وزاره الصحه، عشان اعرف ادخل لازم اطمن اصلا الشخص ده يا اما حصل على اللقاح يا اما معاه بي سي ار سلبي مدته 3 ايام، عشان ابقى بتاكد ان اللي دخل مستشفى وزاره الصحه مش هيصيب ايا من العاملين فيها او ايا من المرضى ويأذيهم. وهو كل شويه هجيب بي سي ار؟ ما هو البديل يا فندم ان هو يتطعم. يعني يا اما كل 3 ايام يبقى بي سي ار، يا اما لا طب ما ده تكلفه يا اما فلا يروح يطعم، يا اما يطعم بالظبط كده. هي الفكره كلها في ايه؟ احنا بنحاول نامن المجتمع بالكامل، في رقابه على اللي بيحصل ده، يعني اصل اكيد في تحايل. تحايل في انهي جزئيه حضرتك؟ يعني تحايل في الناس اللي ما بتروحش، مش يعني بيداروا على بعض، ما تقوليش ان كلهم بيعملوا كده فعلا. هو فندم ده زي ما بقول لحضرتك ده قرار في اطار الدراسه في الوقت الحالي لتطبيقه وتحديد تاريخ تطبيقه، ومن ساعه تطبيقه سيتم فرض رقابه على هذا الامر، ان ما حدش يدخل مصلحه حكوميه الا لو كان متطعم او مع بي سي ار مدته 3 ايام والبي سي ار سلبي. في الاخر احنا بنحاول نوصل الى المناعه المجتمعيه، فكل ما كان عدد اكبر من المواطنين تم تطعيمه كل ما كانت فرص العدوى اقل طبعاً. فرص الدخول للمستشفيات اقل، فبالتالي ده هو اللي بيحمي مصر على المستوى الاجتماعي، على المستوى الطبي والصحي، على المستوى الاقتصادي كمان، عشان الاقتصاد بتاع البلد يقوم ويدور ويرجع تاني زي ما كان في طفرات النمو اللي كان الحمد لله بيشهدها خلال السنوات اللي فاتت. فمهم جدا ان احنا نأمن المجتمع من خلال ان احنا نطعم اكبر قدر ممكن من المواطنين. وعشان كده انا من برنامج حضرتك بناشد المواطنين برجاء برجاء سرعه التسجيل والحصول على اللقاح، لان ده امان ليك، امان لعيلتك، امان لاصدقائك، امان لكل حد بتخالطه. كل ما كانت وظيفتك بتتطلب تعامل اكبر مع الجمهور يبقى انت فرص العدوى عندك اكبر، فبالتالي مهم جدا انك تطعم عشان تحمي نفسك من اي اثار خطيره لفيروس كورونا المستجد. انا زي ما بقول لحضرتك في 19 مليون و300 الف سجلوا، اكتر من 18 مليون راح لهم رساله بالفعل، وان شاء الله رب العالمين خلال الفتره الجايه هنبقى بنشتغل طبقا لتوجيه معالي الوزيره ان احنا قدر الامكان اللي يسجل هتجيله رساله في نفس اليوم عشان تحدد له ميعاد يروح يطعم امتى. احنا عندنا لقاحات كافيه لكل هذه الاعداد في الوقت الحالي؟ اعتقد انه طبقا لكلام دكتور محمد حساني مساعد الوزيره لشؤون المبادرات والصحه العامه، احنا بنتكلم في 60 مليون جرعه موجودين، ان شاء الله الشهر الجاي في 10 مليون جرعه كمان جايين من بره، فبالتالي احنا عندنا عدد اللقاحات اللي يكفي الفئه المستهدفه من مصر. احنا بنستهدف نطعم 70 مليون مواطن. الحمد لله حتى هذه اللحظه احنا اعطينا اكثر من 21 مليون جرعه ما بين جرعه اولى وجرعه ثانيه، يعني بنتكلم تقريبا في 14 15 مليون شخص تم تطعيمهم بالفعل. احنا عايزين نوصل بقى ل 70 مليون عشان يبقى فعلا فرضنا المناعه المجتمعيه اللي بتحمي بقيه الافراد. فبالتالي مهم جدا جدا احنا عملنا كل الادوار اللي علينا، يعني حاولنا نسهل التطعيم. معالي الوزيره وجهت مؤخرا برضو ان مثلا في مراكز الشباب اللي فيها مراكز تطعيم حضرتك اول ما هتدخل المكان هتلاقي مكان بيسجل لك لو انت مش مسجل ويبعت لك الرساله وانت واقف وتخش تطعم وانت واقف. نفس الشيء خمس نجوم بالظبط، نفس الشيء ان شاء الله اعتبارا من هذا الاسبوع كل مستشفيات وزاره الصحه هتبقى فيها مكتب لتسجيل المواطنين على السيستم ويبعتوا لهم رساله ويطعم في نفس المستشفى اللي هو داخلها. فبالتالي هل في فرصه ان حد يختار نوع التطعيم؟ هو مين اللي برضه نوع التطعيم؟ احنا وفرنا كل انواع اللقاحات، يعني اللقاحات الغربيه زي فايزر الحمد لله وصل مصر اوريدي بالفعل، موديرنا كمان جاي في الطريق، جونسون اوريدي موجود بالفعل، استرازينيكا، وفي نفس الوقت سبوتنيك والتطعيم الصيني، كل انواع اللقاحات موجوده. الفكره بس الفرق ما بينهم انه في حاجات بتتاخد لحاله صحيه معينه وفي حاجات بتتاخد لحاله صحيه اكتر، فاكتر حد يقدر يفيدك ايه نوع اللقاح الافضل بالنسبه لحضرتك هو الطبيب اللي حضرتك بتتكلمي معاه وتمضي على الموافقه المستنيره ويشرحها لك قبل ما تاخدي التطعيم. ده موجود في المركز، فكل مركز تطعيم فيه طبيب او مجموعه من الاطباء بيقعدوا مع حضرتك قبل ما تطعمي عشان يعرفوا الهيستوري الصحي بتاع حضرتك وبالتالي يحددوا لك انسب نوع لقاح هتقدري تطعمي بيه. بالنسبه للناس اللي عايزه تسافر في اجراءات استثنائيه لسه موجوده لهم؟ لاني انا لما روحت كان في اجراءات استثنائيه للمسافرين الحقيقه، بس كان في زحمه جدا. صحيح، لانه الضغط علينا من المسافرين. احنا مقدرين جدا ان في ناس قد يكون اكل عيشهم هتقطع، اقامتهم هتنتهي، فبالتالي احنا كنا بنحاول نبعت اعداد كبيره عشان نلحق نطعم المسافرين بالسرعه اللي هم محتاجينها عشان يقدروا يسافروا ويكملوا اعمالهم، او اللي مسافر يتعلم بدايه العام الدراسي خلاص على وشك بره فبالتالي محتاج يسافر بسرعه، اللي مسافر علاج، فبالتالي عملنا لهم اجراءات استثنائيه، حددنا لهم
أكثر من 170 مركز تطعيم للمسافرين على مستوى الجمهورية حاليا. الحمد لله رب العالمين. الويتنج ليست قائمة الانتظار بتاعة المسافرين في ما يقرب من 20 محافظة بقت صفر. وابتديت بالفعل أحول مراكز من اللي كانت بتخدم المسافرين فقط إلى أنها تخدم الجمهور العادي، لأن أنا مش لاقي ناس أوزعهم. نفس الفكرة على فكرة في محافظات كتيرة جدا، أكتر من حوالي 18 محافظة الويتنج ليست بتاع المواطنين العاديين فيها خلص. يعني بحاول أبعت رسائل لمحافظة سوهاج، لقيت كل اللي مسجل في محافظة سوهاج اوريدي بقى معاهم رسائل. متفضلي 1500 واحد. في محافظة قنا 2000 واحد. في الفيوم صفر. في مرسى مطروح كذلك. في أسوان كذلك. ففي محافظات كتيرة الويتنج ليست بتاعها بالكامل انتهى تماما. فبالتالي ده دور المواطن اللي لسه متخوف أو لسه بيفكر يطعم. لا، التطعيم ده مهم جدا ليك، مهم جدا لأسرتك، مهم جدا لأصدقائك ولأولادك. فبرجاء لازم تسرع في أنك تسجل، وهيجيلك رسالة في نفس اليوم عشان تروح تطعم خلال 3 أيام إن شاء الله. الشهادة اللي بتطلع دي غير قابلة للتزوير؟ الحمد لله رب العالمين. الشهادة دي طبعا كانت بالتعاون مع الجهات السعادية وبالتعاون مع المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية وأوراق الهوية. الشهادة دي عليها كمية تأمين عالي جدا زي أوراق البنك نوت. يعني بمعنى آخر، لو حضرتك رفعتيها في الضوء هتشوف فيها علامة مائية زي الفلوس بالظبط. هتلاقي فيها كمان شعيرات زرقاء وحمراء في عجينة الورق نفسها، ما ينفعش تتزور. في نفس الوقت لو تعرضت لأشعة فوق بنفسجية هتظهر عليها أشكال تانية غير الأشكال اللي ظهرالك، فهي من المستحيل تزويرها. وفي نفس الوقت عليها QR كود. أول ما هسكان الكيو آر كود ده، وأي حد عايز يسافر لازم يحصل على هذه الشهادة. طبعا مش هيقدر يسافر من غير ما يحصل على الشهادة دي. أول ما هسكان، عشان كان بيأخذ علينا بس موضوع تزوير البي سي آر زي ما حضرتك عارف. فأنا مش عايزين برضو نفس الحاجات. عشان كده احنا بنحاول نحط حلول استباقية. يعني موضوع الشهادة ده احنا شغالين عليه من شهر إبريل اللي فات. أول ما حضرتك ما تسكان الكيو آر كود هيروح مطلع لك بيانات الشخص المطعم من على السيرفر عندنا. فلو الشهادة حصل فيها أي تزوير في المحتوى بتاعها بأي شكل، لأول مسكان هيطلع لي البيانات الأصلية من على السيرفر نفسه. نعم. للأسف أنا بشكرك جدا، ويعني عذرا لضيق الوقت، بشكرك المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات والمسؤول عن موقع التسجيل لتلقي لقاح كورونا. بشكرك تشريفك. شكرا جزيلا. وبشكركم مشاهدينا. أعود وألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في صدى جديد مع رانيا هاشم. إلى اللقاء.